أهلا بكم إلى الاقتصاد في موجز. قال سلامة غويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية السبت إن ليبيا بحاجة إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية والأولية. وأضاف سلامة في تصريحات صحفية أن إعادة بناء ليبيا يحتاج للكثير من الخدمات والتكنولوجيا، وتركيا لديها الخبرات والتطور العلمي لذلك، ولا بد من العمل على إحياء العقود الليبية التركية وتنفيذها مع مراعاة الجوانب الفنية وضوابط جودة العمل. افتتح مطار مصر الدولي السبت صالة ركاب بعد انتهاء عمليات تحديث استغرقت شهرا. ووفقا لمصلحة المطارات فقد تم تركيب أجهزة التفتيش ومنظومة أحزمة نقل الحقائب. يشار إلى أن قرار صيانة وتحديث صالة الركاب كان قد أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج منتصف عام 2020، وخصص له 57,435,000 دينار ليبي لإنشاء وتنفيذ التوسعة الخاصة بصالة الركاب في مطار مصراتة الدولي. كشف مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف في ديوان المحاسبة رافع شاوج السبت عن فحص ومراجعة حسابات الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد فك مجلس النواب التجميد على المحافظ الاستثمارية. وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة بأن بعض الشركات امتنعت عن المراجعة بحجة أن أموالها خاصة وليست عامة، منها شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم استجابة مجالس هذه الشركات. قام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحواج السبت بالإشراف على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الإشراف على التأمين والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي. وبحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك فقد جاءت الاتفاقية لإطلاق الاستراتيجية الشاملة التي تتمحور حول وضع ضوابط ومعايير أساسية لتطوير قطاع التأمين في ليبيا. أعلنت الشركة العامة الكهرباء السبت الانتهاء من شحن دوائر لبجاج أوبر 220 كيلو فولت للمساهمة في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد أوبر باتجاه الشبكة العامة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي. وأوضحت الشركة في بيان لها على الفيسبوك أن فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع غرب طبرق واصلت جهودها لتحسين الشبكة، إذ عملت على إصلاح كوابل الضغط المنخفض المعطوبة وتركيب علب توزيع جديدة ضمن حملة الاستبدال وللعلب وصناديق التوزيع المتهالكة والقديمة. ختمت في مدينة جدابية فعاليات المعرض الثاني للصناعات التقليدية والشعبية والذي نظمته الجمعية الليبية لحقوق الطفل والمرأة وبرعاية صلتي النجوم والقمر للمناسبات. المعرض الذي استمر يومين شاركت فيه العديد من الجمعيات النسائية والخيرية واحتوى على المشغولات اليدوية وصناعة الملابس وإعداد المأكولات الشعبية. في مدينة جدابية لها طابع يعني في الأشغال اليدوية والحرفية، في منها صناعة منتوجات صناعية زي الزيوت والعطورات والبخور وما شابه ذلك، وفي هناك منتوجات غذائية، كلها منتجات طبيعية، زيت مصمم تنا، وكلها منتجات طبيعية من الحوش يعني من الأعشاب الطبيعية، نشتغل فيهن ونعصرهن بكميات متساوية وبالنسب العودة للطبيعة، يعني ما فيش حاجة مضرة، بدون مواد كيميائية، بدون مواد حافظة، كلها منتجات طبيعة وما تضرش. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.